جيزيل صديقة عمري يلي تعرفت عليها بآخر لقاءين اللي معكن رجعت سافرت. حسيت إنه في جزء من ماضية سافر معه، وكيف لأ، وهي كانت جزء كبير من هالماضي. بس هيدي الحياة بدها تكمل بكل شي بجد فيها. نزعل؟ أكيد. نحزن؟ أكيد. منعصب أوقات؟ كمان أكيد. بس منآمن إنه في إله بحبنا وافتدى ابنه كرمالنا. هيدا الأمر يلي ما لازم يقبل الشك أبدا. الشغل بالإذاعة، ولا ميك اب ولا شعر ولا تياب جديد. فيك تربطي شعرك، تلبسي الجينز، تقعدي ورا المايك وخلص. هيك برأيك؟ ما بعرف، أنا بحس إنه الإذاعة أصعب كثير من التلفزيون. ليه؟ بالعكس، يمكن لأنه أول تجربة لإلي، وبحس إنه لازم يكون الموضوع كثير مهم حتى يشد الناس من دون ما تشوفني. ما أنا من هون منطلقة بفكرتي، هلا إنه معقول مدام جيسي تقول شي بايخ أو بلا طعمة؟ ما بصير هيدا. ان شاء الله موتره شوي، ما بعرف، هيدا توتر المسؤوليه. من اثنين. طب يلا اشربي هدول بيروقوا لك اعصابك تعب نبلش الشغل. اوكي. شو رح بيكون موضوع اول حلقه؟ بتعرفي رانيا، فكرت كثير منيح، وبما انه هيدا اول يعني برنامج لإلي على الاذاعه، قررت الموضوع يكون عن المقابله. المقابله؟ البرنامج فيه مقابلات؟ ولك لا، المقابلة بين المشير والمستشير. بني ما تنسي انه هذا البرنامج تكمل العملي هون بالمكتب. اكيد، بس شو المقصود بالمقابلة لكان؟ بتعرفي رانيا، المقابلة يعني اول لقاء بيتم بين المشير والمستشير، كتير مهم، وخاصة مهم لقلي انا. اول شغل الناس اللي بيجوا لعندي بخفف لهم التوتر، لانه بتعرفي بيبقوا ناس تعبانين، سو بشتغل على هالمقابلة انه يكون عم بريح الناس اللي بيجوا لعندي. بعدين بجمع كتير معلومات، يعني بدي افهم شو اللي زعجهم، هن من وين جايين، المستوى تبعهم المعيشي، طريقة تفكيرهم، خلفيتهم، كل هالتفاصيل لازم كون عم كون معلومات قبل ما حتى اعرف كيف بدي ساعد الاشخاص. وكمان في كتير ناس بيكونوا اخدين قرارات، سو شغلتي انا كمشيرة انه باول لقاء كون عم جرب غير لهم الاتجاه، لانه ما بدي ياخدوا يمكن قرارات كتير صعبة. سو أنا اللي بعمله واللقاء الأول إنه بقدر أثر عليهم إنه يكونوا عم بيغيروا اتجاه القرارات اللي عم ياخدوها. بس قدين مقابلة مهمة، الأهم هو الاستعداد لهالمقابلة. شو يعني استعداد؟ يعني رانيا قومي طاري لبرا بدي استعد للمقابلة؟ أكيد رانيا، مش هيك. الاستعداد هو أول شغلة إن يكون عم بحضر المحل اللي هن رح يجوا عليه. متى مثل المكتب هون لازم يكون مكتب مريح، ما يكون في كتير ناس عم بتفوت وتطلع، يكون في شوية سرية، يعني حافظ هيك على المكان يكون رايق. بعدين كتير مهم جو الألفة، يعني أنا لازم حسس الشخص بالأمان. بس أهم من هول كلهم هو تحديد المقابلة، يعني لأقدر أعمل كل هيدول لازم حدد المقابلة بيني وبين المشير، بيني وبين يعني الشخص بده يجي لعندي، لأنه بده مجهود من اثنين. وكمان كتير مهم انه انا نفسيا اكون جاهزة، لانه اوقات بيكون علي ضغوطات كتير، كتير مهم اكون مرتاحة نفسيا وما اسمح لهيدا الشي يفوت معي لهون واثر على الناس اللي بدهم يجوا لعندي. وكمان تخيلي انت عم تحكي معي انا وقاعدة على الواتساب او عم رد على التليفون، ما بكون عم بريحك انك تحكيني. كتير مهم انه الشخص اللي بيجي لعندي يحس انه انا عم بعطيه كل اهتمامي لإله، لا على التليفون ولا على شيء، يعني بوصل له مساج او رساله كتير مهمه انه انت مهم بالنسبه لإلي وانا عم بحترمك كشخص كانسان. بتعرفي هدول الاستعدادات كتير مهمه، يعني وفي شغله كتير مهمه كمان، انه ما بدك حدا يقطشك، يعني انت عم تحكي حدا يدق الباب ويفوت. هول اشياء كتير لازم الانسان يكون عم بيحضر لهم قبل ما تتم المقابله. رانيا
تأخرت. يلا عملت بروفا معك قبل ما نروح على الإذاعة. يلا جود لك. ثانك يو رانيا. يا على فكرة شو اسم البروجرام؟ دير جيسي. جود لك. ثانكس. رجعنا مستمعينا الكرام لنكمل الحلقة الأولى من برنامج دير جيسي اللي بتمنى أن يكون عم ينال أعجابكم ويكون عم بيجاوب على كل أسئلتكم. وصلنا هلأ رح نحكي عن عملية التغيير. بتعرفوا أنه التغيير يعني طبيعة الحال شخص اللي بيجي لعند المشير بيكون متوقع منه أنه يتغير، ولكن اللي بيجي لعند المشير المسيحي اللي بيتوقع منه أنه يكون عم يتغير حسب الكتاب المقدس. يعني اللي بيتوقع المستشير من المشير انه يكون عم يستخدم الكتاب المقدس، الصلاة والروح القدس، والهدف تبعي انا كمشيرة مسيحية اني يكون عم بحول صورة الشخص ليصير يشبه المسيح. اللي بيجي لعنا خاصة كمشيرين مسيحيين ما بيتوقع منا نحلله الماضي، لأنه تقريباً علماء النفس بيكونوا عم بيحكوا أكتر عن الماضي، ولكن الهدف اللي هن بيجوا فيه لعنا أنه نحن نكون عم نعطيهم حاضر ومستقبل أفضل. وشو الرسالة أو شو هدفي أنا كمشيرة مسيحية وقت الأشخاص بيجوا لعندي؟ هي أني يكون عم بحولهم على صورة المسيح. هيدا هو الهدف اللي نحن بنكون عم نشتغل عليه، لأنه هن ما بيكونوا مبسوطين وبيكونوا بدهم يتغيروا. هلأ رح أخبركن مثل ما عودتكن واللي بيعرفني دايماً، رح أتشارك معكن هالقصة، قصة صبية يعني قصدتني بالمكتب، بس أنتو بتعرفوا وأنا احتراماً مني للأشخاص وسرية المهنة رح أكون عم بغير الاسم أكيد. اسمها جينا. بقصة جينا رح أكون عم بعرض عليكن كل المراحل اللي بتمرق فيها الاستشارة المسيحية، من أخذ المعلومات لتقييم الحالة وصولاً للتدخل. جينا، وطبعاً هيدا مش اسمها الحقيقي، زارتني بالمكتب وكان عندها عدة أمور زعجتها وبدها تحكي فيها. أنت ليش حتى اليوم قررت تيجي تزورينا؟ لأنه بكل صراحة من الآخر وصلت الأشياء للمكسيمو، حس حالي ماشي صفر صفر مبكل، ما في شي ظابط، ما في شي بمحله. طب شي مرة سألتي حالك شو اللي وصلك لهون؟ بتعرفي شغلة؟ هي قصة كرة تلج، بتبلش بشغلة واحدة بتفشل بيصير الفشل بعد أصل، حتى لقيت حالي بالآخر إنسانة فاشلة بكل شيء. لا بس ما في حدا فاشل بالكامل، ما في حدا فاشل بكل شيء أكيد. بلا، في أنا. طيب بتعرفي حابة أحكي أنا وياكي شوي، شو اللي خلى ثقتك بنفسك هالقد تخف؟ حابة نحكي أكتر إنه شو اللي وصلك لهون، شو الأسباب؟ بدي أسألك كم سؤال، قولي لي كيف بتقضي نهارك؟ كيف بتقضي وقتك؟ وقتي؟ أي وقت، أي نهار، أي تنظيم، ماني قادر أعطي موعد لحدا. تخيلي الرياضة يلي كانت أهم شي بحياتي وقفتها، تأملات الروحية يلي ما كان يقطع ولا نهار إلا ما أعملها خلصت، صحتي تراجعت بشكل دراماتيكي. والأطباء شو قالوا لك؟ عملت فحوصات، قالوا لي إنه مشاكلي كلها بتنحل إذا بعمل دايت، بس للأسف كان هذا الشيء أكتر من المستحيل. أم ساري بعرف، بتعرفي أنا كتير أوقات ببكي. It's okay إذا بكينا أوقات، البكي أوقات بيساعدنا. خليني أسألك سؤال، كيف علاقتك مع أصحابك؟ كان عندي كتير أصحاب، نظهر سوا نتسلى، بس هلأ بتجنب شوفهم أو أظهر معهم، أوقات كتير ما برد على تليفوناتهم. طب جينا بدي أسألك سؤال، بتجاوبيني إياه بكل صراحة. أكيد. شو توقعاتك مني؟ شو اللي بدك ياني؟ يعني شو اللي بدك ياه؟ شو فيني ساعدك أنا؟ بدي اتغير بس ما بعرف كيف، بدي ارجع لانا يلي كنت. مستعدة تمشي الطريق للاخر؟ من بعد ما خبرتكم قصة جينا واكيد هذا منه اسمها الحقيقي، هلا رح نحكي عن عملية التقييم اللي هي بتصير على مرحلتين.
المرحلة الأولى هو اللي لازم نسأل حالنا كذا سؤال. أول شغلة، شو هي مشاكل جينا؟ يعني عندها مشاكل مالية وصحية، صعوبة بتنظيم الوقت، علاقاتها الاجتماعية منا كتير مزبوطة، كان عندها دايما تحس بالأحباط وإنها هي مرهقة وتعبانة، بنفس الوقت دايما بتحس حالها إنها ضعيفة وإنها فاشلة. بس جينا مؤمنة بالرب وبدأ إنه يكون عندها علاقة صحيحة معه، ولكن دايما بتشتكي من الفشل اللي هي عندها إياه. كتير بتطلع على التلفزيون، بتقضي كل وقت على التلفزيون، وما يعني ولأنه هي بتكون عم تمرق بحالة أحباط كبيرة، كل الوقت بتكون عم تاكل حتى تقدر تسكت الوجع اللي جواتها. من بعد ما حكينا عن قصة جينا، في كتير أشياء بحياتها المشير قادر يساعدها فيهم، ولكن السؤال اللي بيطرح حاله، من وين بدنا نبلش؟ قبل ما نحط خطة حتى نقدر نساعد جينا، أول شغلة لازم نعملها لازم نفهم جينا كيف عم بتفكر، شو في بقلبها، شو بتحب، من شو بتخاف، شو في عن جد بقلبها من جوا. لأنه مش بس نحنا بدنا نغير السلوك، ولكن بدنا نغير القلب من جوا، وهيدي عملية كتير مهمة. مشان هيك علينا نعرف شو عم بيدور بقلبها لجينا. Stand by. 3, 2, 1. توب على الهواء. وطبعا من طبيعة عملي انه اوصل لتشخيص كتابي. بدكن تعرفوا عن شو عم بحكي؟ نتوقف مع فاصل موسيقي ومن بعدها بنكمل. شو؟ منيح؟ جيسي بتجنني، احسن من ناس كتير صار لهم سنين على الهواء. ما تكبر لي راسي هلا جوني. ما عم بمزح بالموضوع. Stand by. 3, 2, 1. توب على الهواء. قبل الفاصل الموسيقي كنت وعدتكم نحكي عن التشخيص الكتابي لحالة جينا. مثل ما قلت لكم، الكتاب المقدس بيطلع على القلب من جوا، لأنه دايما دايما بكل الكتاب المقدس بيركز على القلب، لأنه بيقول من قلب الإنسان تخرج الأفكار الشريرة. قلب جينا، بدنا نشوف شو حالة قلب جينا. بتعرفوا جينا هي بدها كان بتآمن بالله، ولكن قلبها ما كان بملك الله بالكامل. كان اللي عم بيحرك قلبها بصراحة الكذب وحب الآخرين بدل من حب الله من كل القلب والفكر والنفس. جينا حبت الحياة السهلة، أعطت قيمة للملذات أكتر بكتير من الانضباط والعمل. كان عندها جينا نظرة خاطئة عن الله، كان بالنسبة لها أنه الله هو مثل فانوس سحري، يعني شو ما بدها بتحكه وبيطلع الله وبيعطيها اللي هي بدها إياه. جينا يعني فقدت الأساس اللي هو أنه الله، ليش نحن موجودين؟ نحن موجودين حتى نمجد الله، مش ليكون فانوس سحر بين إيدينا نطلب منه الأشياء وهو يعطينا إياها. كمان في شغلة كتير مهمة، أنه لنقدر نوصل لهيدا التشخيص بده كتير وقت، ومشان هيك لازم نكون كتير حكيمين ونشتغل على القلب. والمشير لازم يروح لعند الشخص بكل محبة وبكل تواضع، من بعد ما يستنتج ويعرف وين المشكلة يوصل له إياها بكل محبة، ويقول له أنه هيدي مشكلة كانت موجودة عنده بالقلب، ويساعده أنه يتغير. هلأ رح نتوقف مع استراحة قصيرة، ومن بعدها بدي أطلب من كل المستمعين يحضروا اللابتوب. ليه؟ بس نرجع بخبركن. بريك صغير ومنرجع. قبل البريك طلبت منكم تحضروا اللابتوب حتى تفوتوا على صفحتي دير جيسي على الفيسبوك. أنا محضرة برزنتيشن عن كيف بتأثر أفكارنا مشاعرنا. شو قصدي؟ يعني أوقات كتير نحنا بيطلع عنا مشاعر كتيرة. رح أعطيكم إكزامبل حتى تفهموا علي. تنقول نحنا علقنا بعجقة السير، منحس حالنا عصبنا وغضبنا، بس مش هي عجقة السير اللي بتكون خلقت فينا التعصيب. شو الأفكار اللي بتجيني أنا بعجقة السير؟ هيدا مش عادل، هيك عم بيصير، أنا هلأ رح أتأخر،
يا ريتني ظهرت بكير. كل هيدي الأفكار هي اللي بتولد عنا الغضب. مشان هيك علينا نحن نغير طريقة تفكيرنا حتى بالمقابل مشاعرنا تكون عم تتغير، وإذا مشاعرنا تغيرت سلوكنا رح يتغير. أكيد التفسير مهم كتير، بس إنه تشوفوا البرزنتيشن ممكن الأفكار تكون عم بترسخ بعقلكن أكتر بكتير. مشان هيك أنا بشجعكن إنكن تفوتوا على صفحتي وتحضروا البرزنتيشن. كيف تؤثر أفكارنا في مشاعرنا؟ عندما يواجه معظمنا حدثاً معيناً مثل زحمة السير، نتجاوب معها بمشاعر سلبية. يمكننا الاستنتاج وأيضاً التكلم بأن الزحمة تسبب لنا الاغتياظ. أحداث: زحمة السير. مشاعر: غضب، إزعاج. لكن ليست زحمة السير بحد ذاتها المسبب لمشاعر الغضب والانزعاج والإحباط، فأفكارنا المرتبطة بالزحمة هي المولدة لهذه المشاعر، وهذه الأفكار هي عادة أوتوماتيكية وغير متعمدة، ولكنها تظهر ما نعانيه عاطفياً. أحداث: زحمة السير. أفكار: أمر رهيب، لماذا يحدث هذا عندما أكون في عجلة من أمري؟ كان يجب أن أترك المنزل في وقت مبكر، ليس عدلاً. مشاعر: غضب، إزعاج، إحباط. كانت أول خطوة مع جينا بمساعدتها هي إنه خليها تفحص تفكيرها وتعمل نوع من تقييم ذاتي لأفكارها حتى تعرف إذا كانت هالأفكار صحيحة أم لا. أوكي، هلا أنت مزعوجة لأنه صديقتك مبارح بالكنيسة ما رأيت وما سلمت عليك، صح؟ صح. فإذا هلا عرفنا سبب الانزعاج، إنه هي برأيك زعلانة منك. مزبوط. طيب شو اللي خليك تفكر بهالطريقة؟ إنه ما اطلعت فيه، أكيد زعلانة مني من شيء. تصور هي الوحيدة اللي بحكي معها بالكنيسة وما اطلعت فيه. طيب أنا بدي أمشي معك، بس خلينا نطلع الموضوع من غير زاوية. برأيك في شي تفسير تاني ليه مبارح ما اطلعت فيك؟ أنا ما بعتقد في سبب تاني إلا يمكن ما شفتنا. أنا بعرف إنه آخر فترة راسة مش معه، يمكن كانت عم تفكر بشي وما شفتنا، أو يمكن حتى ما عرفت إنه أنا هونيك. صحيح، بما أنه صديقتك وهي دايما بتسلم عليك، سو حلو أنه مش دغري ندينا. خلينا نفكر أنه بلكي عن جد هي ما شفتك مبارح، وبلكي عن جد كان راسها مشغول. مزبوط، يمكن. طب برأيك جينا، إذا هيدا الشي اللي حكيناه نحن هلأ كان مزبوط، يعني هي عن جد ما شفتك وكان راسها مشغول، بغير نظرتك للموضوع؟ ساعتها ما رح كون زعلان هالقد. تشوه بالمنطق هي شائعة بين الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات مختلفة. هيدي المشاكل بالإدراك بتأدي للفرد بأنه يكون عنده استنتاجات خاطئة، بتتضمن أكاذيب هيدا التشوه أو المشاكل هالقصص الصفات التالية: المبالغة، بيعمل من الحبة قبة. التخصيص، بياخد تصرفات الأشخاص شخصية كأنه موجهة ديركت لقله، مباشرة لقله هو. الاستقطاب، يعني ما بيقشع إلا أو أسود أو أبيض، ما في عنا حل وسط. الانتقاء التجريدي، شو يعني؟ يعني بكل الموضوع بيركز على كلمة صغيرة، على تفصيل صغير، وبيحط بيبني عليه صورة كاملة. الحسم، مع أنه بيكون في كتير براهين بتفرجي أنه أفكاره وأحاسيسه غلط، إلا أنه بيتشبث بأفكاره وبياخد قرار أنه لا، هيدا الشيء هيك يعني هيك. التعميم، بيتنبأ أنه المستقبل خلص ما يعني أنا فاشل، رح ضل كل حياتي فاشل. المنطق العاطفي، الإيمان بأنه شيء معين هو حقيقي مجرد ما أنه هو حسه، يعني إذا أنا بحس هيك يعني هيدا الشيء حقيقي. مع العلم برجع بقلكن هيدي أكاذيب أو تشوه بالمنطق. إذا افترضنا أنه كان كتير صعب علينا نقنع جينا أنه طريقة
يعني نقنعها إنه طريقة تفسيرها للي صار معها نهار الأحد مع صاحبتها بالكنيسة إنه منه صحيح، ما قدرنا نقنعها. وسألناها كتير أسئلة وتعطينا براهين، وكل اللي عطتنا إياه كان معتمد على طريقة تفكيرها. لازم ننتقل هلأ لمرحلة جديدة، كيف فينا نساعد جينا وقت نوصل لهالمرحلة؟ أوكي، خلينا نفترض إنه اللي عم تقوليه مزبوط، إنه صاحبتك زعلانة منك ونهار الأحد ما رأيت وما سلمت عليك. شو بيعني لك هيدا الشيء؟ يعني أنا مني قادرة أعمل شيء صح، ما قادرة أحتفظ بصديقة منيحة. أنا غبية، ما بعرف شو بعمل حتى الكل بيزعلوا مني وبفلوا. أفكار جينا كتير عندها طريقة تفكير خاطئة، يعني عندها اضطراب بمعتقداتها. مشان هيك على المشير إنه يساعد جينا حتى تصحح هالمعتقدات. وبنفس الوقت مش بس بدنا نصححها، بدنا نستبدلها بمعتقدات صحيحة مسيحية. مشان هيك الرب يسوع كتير استخدم وقتها كان عم يتعامل مع الناس أسئلة، كان يسألهم أسئلة حتى يخليهم يجاوبوا. المشير فيه يستخدم أسئلة، فيه يستخدم المزح، حتى فيه يستخدم القصص، كل هيدولة حتى يكون عم بيقدر يساعد المستشير إنه يتغير ويصير عنده فكر الله اللي الله بده إياه يكون عنده إياه. رح أحكي هلأ كيف في المشير يساعد الشخص اللي بيجي لعنده. أكيد من خلال الجلسات والأسئلة اللي بيسألوا إياهن، ولكن المستشير هو عليه كمان أنه يكون عم بيعمل الهومورك تبعه أو الفرض تبعه. شو يعني؟ يعني هو لازم يكون عم بيقرأ بصورة شخصية يومية. يعني مثلاً فيني أعطيه يقرأ المزامير إذا هو مش قادر يصلي وبده يصلي، فيني علمه يقرأ الأمثال إذا هو حاسس حاله أنه بحاجة للحكمة. كتير إشياء فينا نساعد فيها المستشير، واحدة منهم أنه ممكن نطلب منه أنه ما يروح على أماكن معينة حتى يكون عم بيقدر يتساعد يتخطى مرحلة معينة من حياته. كل هيدولة إذا نحن عملنا الدور تبعنا، قمنا بدورنا والمستشير قام بدوره، أنا بأكد لكم أنه التغيير رح يكون تغيير رائع. حتى فينا نعلم الشخص سلوكيات معينة، يعني فينا نعلمه كيف يحكي، كيف يتصرف، كيف يحس بالأمان. كل هيدولة فينا نعلمهم للشخص، وأنا مأكدة أنه هيدا الإنسان بقوة الله وبالصلاة رح يتغير. هيك أعزائي المستمعين تنتهي حلقتنا لليوم، وعلى أمل أنه أتلاقى فيكن بحلقة جديدة وبيوم جديد. إن شاء الله تكون هالحلقة نالت أعجابكن وما نكون زهقناكن كتير. عم بيقلي مهندس الصوت أنه معي اتصال، مع أنه نحن ما بناخد اتصالات. أوكي أوكي، ألو ألو، مين معي؟ معك جينا، بس حبيت أقلك مرسي. بهيدي الحلقة اللي رقم 8 كان العنوان المقابلة وعملية التغيير. مقابلة، أهمية المقابلة، إزالة التوترات الانفعالية والضغوط النفسية، الحصول على معلومات لحل المشكلة، تعديل الاتجاهات، حيث تعتبر المقابلة من أهم الطرق للتأثير في الشخصية وتعديل السلوك، إتاحة الفرصة في معرفة المستشير عن قرب، تعرف على مقومات شخصية الفرد الجسدية، العقلية والنفسية والاجتماعية. كيفية الاستعداد لهالمقابلة؟ تحديد موعد المقابلة، تجهيز المكان، الاستعداد النفسي للمشير، علاقة الألفة، مدة الجلسة ما لازم تكون أكثر من ساعة. مساعدة على التغيير، عملية التغيير. مهما تبدلت الطرق والأساليب، يبقى هدف المشورة الكتابية مساعدة الناس على التغيير. ومن منظار المشير المسيحي، الهدف هو مساعدة الناس على التغيير إلى شبه المسيح. هدف التغيير واتجاهه، علينا أن نعي الهدف من مساعدة الناس على التغيير. بس يدعو الرب يسوع الناس للتوبة، ما بيطلب تغيير خارجي بس، ولكنه بيطلب تغيير القلب.
الوصول إلى تشخيص كتابة حتى نتمكن من المساعدة، علينا أنه نفهم شو اللي بيحكم قلب الإنسان. بالتغلب على مشاكل الإدراك حكينا عن التشوه بالمنطق، هي شائعة بين الأشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات مختلفة. هيدي المشاكل بالإدراك بتؤدي للفرد إلى استنتاجات خاطئة بتتضمن أكاذيب هذا التشوه أو المشاكل ما يلي: المبالغة، التخصيص، الاستقطاب، الانتقاء التجريدي، الحسم، التعميم، المنطق العاطفي. هيدي كانت الحلقة الثامنة. الحلقة التاسعة رح يكون موضوع جديد، انطرونا.